السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاين. واحد الأيامات كان اللاعب مين ما يجيش يقول لك بكانوا الهايشر وكانوا يكذبوا عليكم، يقول لك اللاعب هذاك خائن، لاعب منا، لاعب من لاعب يكره الجزائر، لاعب منا. ضروك من راحت العصابة كرة القدم، وراح ذاك المدرب، وراح ضروك يقول لك صادي يخسر معركة مايكل أوليس بشهادة تيريوري. تيريوري يدير في ضغوطات على اللاعب، تيريوري بيقول باللي اللاعب هذا اختار الجزائر ولا مازال ما اختارش، يدير ضغوطات بالطريقة تاعه. على راح جاب شرقي الأولى، ما دار شرقي في القائمة، ومن بعد عاود جابه، على راح جابه. انت ضربك توما يعني ضربك تقلبوها كما كنتو فيها عهد الحاج محمد راوراوا، الضربة تاع الفقير الجزائر راوراوا يتلقى صفعة من الاتحاد، اتحادية كرة القدم الفرنسية. ومن بعد وليتو تعيطوا لهم خوانة، مين جازتي وليتو تقولوا لهم خوانة، وليتو تقولوا وليتو تمشوا كما يهدر المدرب. واو لله، واليوم راك تقول لي الفاف تخسر المعركة. ما هو الشيء اللي يقلبكم تهدروا كيما هكا؟ ما هو الشيء اللي يقلبكم تهدروا؟ حنا نعرفوكم، شتي كوني طري 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 بيا. قال له الذيب كان قاعد مع ابن عمه، الذيب قاعدين شاعلين النار هكا وقاعدين مقصرين، فات عليهم الكلب، قال لهم السلام عليكم، ولا سيدي بن يوسف السلام عليكم كي راكم؟ ايا ذيوبه قاعدين صغار، وكان واحد كبير ذيب كبير وذيوبه صغار. قالوا له عمي الذيب الكلب تبدل في العقليه تاعو. قال لهم لا، الخزره تبقى تاع كلب. قال لهم الخزره تبقى تاع كلب. انتوما شتي اللي بدلتكم؟ كيفاش مقبل ميكال زاتشي وكان المدرب هذاك اللي طرداتو موريتانيا كنتوا تقولوا لنا بلي هاد اللعابه خوانه، واليوم انقلبتوا الفاف تخسر، الفاف تخسر. يا قال له العق مع الذيب، يا قال له الخز، قال له كلب يبقى، قال له واه، قال له العقليه تبدلت، قال له بصح الخزره تبقى تاع كلب. هذه عليكم، هذه راني عليكم. شو انا شي يقول لك، شو باين كي شو باين تاع اعلامي تاع فوت 22، شاتو اعلامي تاع فوت 22، تعرفوا الباجا تاعه كي داير، تعرفوا الباجا تاعو كي دايره، تعرفوها مليح 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 مليح، راكم على بالكم الباجا كي داير، بلا ما نقول لكم. قال لك خسارة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وصفعة جديدة لوالي تصادي، صفعة جديدة لوالي تصادي. عوار النهار اللي عيطت له فرنسا خرجوا كاع فرحانين، كاع فرحانين ويعايروا في هما فرحانين، يعايروا في عوار فرحة، كانوا يعايروا قويل، كانوا يطلقوا دعايات قويل. النهار ذاك عدلي هذاك ياسين عدلي قال لهم ما نجيش، قال لهم كنت انا مع لونترينر اخر في بالي ريوا عليهم، خرجوا فرحانين. ما غاديش يجي كيما ذاك موسى ما كذاب، ما غاديش يجي، قال لهم والله واحد ما يزيد يجيكم. يا لي باطار، يا لي باطار، انتوما هما لي باطار. شوف شو يقول لك، شوف هذه صفحه تاع فوت 22، شوف شو تقول لك، شوف اسمع مليح. خسر الاتحاد الجزائري كرة القدم وصفحه جديده لوالي تصادي معركة الفوز بخدمة اللاعب المتألق مايكل أوليس والذي حسم مستقبله نهائيا باللعب مع المنتخب الفرنسي الأول بعد تألقه في أولمبياد باريس مع المنتخب تحت 23 عام في وقت بات انضمام الثنائي رايا شرقي ومغنيس مسألة وقت فقط، حيث يترقب انضمامه إلى الخوض ابتداء من تربص أكتوبر المقبل. وكانت الفاف قد اتصلت بهذا الثلاثي منذ فترة طويلة ولقيت تجاوب كبير من طرف رايا شرقي مغنيس والذين أعطوا موافقتهم لتقمص الألوان المنتخب الوطني مستقبلا، في وقت تحفظ مايكل أوليس عن إعطاء إجابة نهائية قبل أن يخرج، يعني تيريوري مدرب المنتخب الفرنسي الأولمبي قبل أن يخرج، يعني وين بتصريح أكد فيه أن اللاعب نادي بايرن ميونخ الجديد
حسم قراره النهائي باللعب مع المنتخب الفرنسي مشيء إلى أنه رفض الإغراءات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والمنتخب الإنجليزي والذي نشط نهائي اليورو 2024 الشهر الماضي أمام إسبانيا وبرز أولاز بشكل يعني لافت مع الديكا في أولمبياد وأسهم في وصولهم إلى النهائي وخسارة حيث سجل هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة في 5 مباريات. اللعب تاعو ديشون ما يديش لكاش يديه حرقة. اللعب تاعو ما ينجحش في فرنسا. اللعب تاع أولاز ما ينجحش مع المنتخب الفرنسي. بالمطول وعقلوا عليها مليح. هو يضغط هو ضغط هذا مكان هو ضغط عليه وغادي غادي تيريوري غادي يقول لك صايك وراه يقول لك بلي راه معانا وكلش الى ذلك وين الناس انا هنايا ندير نقطه يا هضروا على صلاطني بلي طرد قادري هذا قادري في 2020 2021 2022 2023 2024 5 سنين مدرب تاع الاكابر على ما يعيطلاش ما سمعش بيه نعقل لنا اوليس في 2021 كنا ترمس في قطر المدرب المنتخب الوطني السابق طرحوا عليه سؤال صحافه قالوا له على اوليس قال انا ما نتبعش الصحافه ما نتبعش الفيسبوك هو يقيس بها على حي على محسن حيمود يخرج لك بوكلبه وذاك الحلوف غوص هذاك هشام العريضه يخرج يسبوا في محسن واو لا خرجوا يسبوه ولا ما خرجوش خرجوا يسبوه فيه نورمال خرج عليه سيدهم الواحد طاح عليه هما يخرجوا يعايروا الى ذلك وين اجاد المدرب المنتخب الفرنسي الاولمبي نجم نادي برشلونه الاسبق تيريوري يعني بمايكل اوليس وابرز تعلق بالمنتخب الفرنسي كما توقع نجاحه مستقبلا في المستوى العالي وقال في تصريحات اعلاميه شخصيا لست منتهج مما يفعله انه يتمتع بصفات هائله ولم تروا شيئا بعد واضاف اتمنى الى يعني نصيبه بالنحس ولكن هذا لا يحدث كثيرا ان يكون لدينا لاعبون من نوعيته وشدد دعونا ننسى ما يمكن ان يفعله ونتحدث عن رغبته في اللعب للمنتخب فرنسا واوضح كان بامكانه الذهاب للمشاركه في بطوله امم اوروبا مع المنتخب الانجليزي لكنه لم يفعل ذلك لانه اراد اللعب لفرنسا قبل ان يضيف لقد كان حلمه دائما وفي مرحله ما عندما يحلم المرء بامكانه وضع ما تريد امامه وسوف يحقق ذلك لدي احترام كبير لذلك وهو تصريح الذي ينهي امال الجماهير الجزائريه برؤيه جناح الايمن في صفوف الخوض مستقبلا وهو الذي يتمتع بموهبه كرويه خارقه قادته للانتقال الى نادي بايرن ميونخ هذا الصيف بعد تالقه في البريمير ليج مع كريستال بالاس ويجدر الذكر ان انضمام الشرقي وغيناس الى ترمس الشهر المقبل قبل مواجهتين غينيا استوائية وليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا غير ممكنة على اعتبار أن لاعبان شارك في الألعاب الأولمبية وسيحتاجان إلى فترة للراحة قبل استئناف تدريبات مع فريقهما وبالتالي لن يكونوا جاهزين للتواجد ضمن خيارات المدرب هذه المرة حنا ما ذهبناش نقارعوا ونشوف ضروق ما زال مكان والو أنا ضروق ما زال ما نأمش تنشوف ما زال مكان والو لحد الساعة هذه هي ما كاش ما شتو والو هيا نقارعو مع الله هذه هي ناس راهم فرحانين ويسيبو هذاك بو كلبة هذاك عبد الله بو كلبة حاشا اسمه عاير بو نجاح قال لهم جايح عاير بن طالب عاير عوار عاير عدلي عاير بن رحمة هذو زعما كي جاو وعاير بو نجاح وعاير بن طالب هذاك الكلب هذاك بصح عرض روحك بو كلبة عرض روحك بالخو بن طالب انا والله اللي هدرت معاك قلتلو خطيك من الزبل كيما هاكا قلتلو خطيك من الزبل قلتلو خطيك ما توسخش يدك بصح الله غالب سلكتك من العائلة تاع ام عوار سلكتك ما بغيتش قلتلو ما بغيتش خطيكم وهذه الخطرة مع خو عوار مع خو بن طالب اللي قلتلو جايح سلك روحك والله يسلك روحك انا لاقي على روحك
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ونمشي ابوني معنا، وما تنساوش